السلام عليكم، معكم دايلر، مقطع جديد ويا ساتر رجعنا لكم بحلقة جديدة من 24 ساعة في حياة. اليوم عندنا حياة اللاعب كول جيرمين بالمر أو كول بالمر. كول بالمر هو نجم الدوري الإنجليزي حاليا، بس دايلر هذا جايب أهداف أكثر، ولكن كول بالمر إنه نجم يسطع، نجم ساطع. حط هذه هنا، أدري إيش تقولها. غير كذا لأنه هو أفضل لاعب في منتخب إنجلترا حاليا. المهم كول بالمر يهدد عرش نجوم وأساطير الدوري الإنجليزي نفس هالاند، محمد صلاح. تخيل يا عزيزي المشاهد، كول بالمر قدر إنه يجيب 4 أهداف على برايتون في شوط واحد، وفي هذا الموسم رغم إنه تو بادي نجح بتسجيل هاتريك 3 مرات. ومع الإنجازات هذه تدرون مين أكثر واحد معصب وندمان؟ بيب غوارديولا، لأن كول بالمر تهاوش مع بيب غوارديولا لما كول بالمر كان يلعب في السيتي. كان يقول له إيه، متى راح تلعبني أساسي؟ أنت تعرف إني أنا أحسن منهم، ليش ما تلعبني أساسي؟ وهذا السبب اللي خلى كول بالمر يطلع من مانشستر سيتي وانتقل الى تشيلسي، واصبح افضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الشهر. تبيها اهداف، تبيها صناعه، شوف كول بالمر يلعب مع تشيلسي تحس انه فجاه صار في كيمستري. خلونا نعترف، تشيلسي كان فريق ضايع. بعدها طلع بيب غوارديولا وصرح انه ندمان جدا، ندمان بانه استغنى لاعب عظيم نفس كول بالمر. المهم كول بالمر اصبح الامل الوحيد لجماهير تشيلسي ان النادي يرجع لمجده نفس ايام اول. فمن هذا المنبر يا عزيز شاهد اليوم، انا راح اكل، اتمرن، اسوي كل شيء يسويه كول بالمر خلال 24 ساعة الجاية. وخلال هذا المقطع راح اعطيكم بعض المعلومات اللي يمكن ما تعرفونها عن كول بالمر. من غير ما اكثر بالكلام يلا بينا. صباح الخير يا جماعة. كول بالمر يصحى الصباح ويحب يفطر بيض وقهوة. بيض 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 كافي من ذا. هذا شو اسمه نكوكو، ارسل لي رساله نشوف شو اسلي. نكوكو جاهز نكوكو كومكو جاهز للتمارين. فيا جماعه كالعاده نفس كل مقطع 24 ساعه بيض بيض. اتوقع ما راح اصور لكم طريقه البيض حقتي، انا خلاص حفظتوها. فبيض وبعدين تعال بيض وقهوه، هل اقدر اقوله بيض؟ هل لدينا بيض؟ عندنا بيض. بدي اكل بيضتين ولا يكسر حبيبي في النادي. شوفوا صرت محترف، صرت اعرف افقش البيضه بيد واحده. شوفوا باليسار، يعني انا العب باليمين. شوفوا ما صار شيء، ما مشي طاح. يكسر حبيبي في النادي. يا جماعه مالي خلق، مالي خلق اكل بيض على الصبح. نجيب المقلاه، نجيب الزيت، زيت عافيه يعطيك العافيه. بس مع الزيت اقلي سمبوسه. طيب نخلط بيض، وسك وسك، ملح على طريقة شمة، فلفل اسود عيون، فلفل مدمس. اوكي كله انكب، اخلط اخلط زي سالم الدوسري، بعدين من غير ما تشوف. زين كان بينكب. لا ما صار شيء، ما صار شيء كذا يكون جاهز. شوي ملح كذا يكون البيض جاهز. والان ندوب. طعمه نفس كل مره، بيض عادي ما في. كذا يا جماعة يكون خلصت كوب القهوة حقي. اي نعم انا قاعد اشرب من كوب عليه وجهي، واحدة من الفانزات ارسلتها لي. ما ادري ليش بترسل لي كوب عليه وجهي، انا طفشان من وجهي. اوف حارة. عندما احتسي قهوتي لا يكمل. ايش قاعد اقول انا؟ اوه بردان بردان. زين الحين لازم نسوي C4، لان كول بالمر بعد ما يفطر يروح النادي، بس قبل لا يروح النادي يسوي تمارين الاسترتشنج في البيت. يا جماعه سؤال، لو انا سويت مشروب طاقه نفس C4 كذا بودر تحطه وتروح النادي بري ورك اوت، هل راح تشتري وتستخدمه يا عزيزي المشاهد؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. سكوب سكوب اليوم بنكرف ربع سكوب زياده. يا ساتر شوف 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 كيف؟ يو جود برا زي الخارة والله، اوريدي اعرف شو راح تركب علي يوسف. قهوتي اوس يا مياو اوس.
ماني فاتح يا جماعه. اللي ما يدري انا عندي قطو اصبخ ما يسمع، هو قاعد ينادي علي، هو الحين لازم اروح له. من الاشياء اللي يحب يسويها كول بالمر الصباح هي تمارين الاسترتشنج، الزبده تمارين الاسترتشنج، فخلوني اعلمكم شويه تمارين استرتشنج. عندنا اول تمرين هو السكوات، بعدين عندنا تمارين الباي تراي، بعدين عندنا تطلق على العدو. كول بالمر الصباح يحب يرقص مع قطاوته. يا جماعه هذه قطوتي دمبو، دمبو ما تسمع لكنها فله. هنا عندنا اوريو، عندنا دستي، عندنا تيمو، سوزي وبيمو. كول بالمر يا جماعه يحب يسوي بوش اب الصباح، هيا بنا. مالي خلق دمبو، مالي خلق شو اسوي. المهم يا جماعه احسن لي بدل ما اهبد فعليا اروح النادي واروح اتمرن، فهيا بنا نروح النادي. يا جماعه حاليا وصلت النادي واول شيء يسويه كول بالمر، كول بالمر، هو انه يمشي على السير عشان يسخن نفسه للبناء العضلي والاستشفاء العضلي والعضلات والفيشن شيبس. وبس يا جماعة بس خلاص يا بيبو خلاص يا جماعة. أول تمرين عندنا شولدر، بيبو منزل كرسي تحت، ماني عارف ليه. المشكلة ما أدري كيف في الموقع كاتبين أن كول بالمر يحب يمرن عضلاته، لأن كول بالمر ما عنده أي عضلات. سلوقي أيوه سلق 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 والله لعب فينا، لعب فينا إحنا يا اليونايتد. الله يرزقنا واحد كول بالمر، واحد كثير هو نص. اسمع أنا عندي فكرة، تشيلسي يأخذون برونو فرنانديز، والجوت مين؟ الجوت أنتوني يأخذون أنتوني، بعد يأخذون ماونت، رجعون ماونت. بيبو سوى كذا شخصنها، ياخذوا ايفنت ماجواير، لا ماجواير خسي، اي احد يشيلوا الفريق كله، اعطونا بالمر واحد. المهم هيا بنا كابتن سامي حبيبي. When I'm in the ring they call me the king I think I'm becoming like Pacquiao I'm thinking like any. كنا في النادي ما ادري كيف وصلنا هنا، ولكن مكتوب انه كول بالمر بعد التمرين وجبته تكون رز ودجاج. فهمت ايش انت ليه جايبني هنا؟ ده طلع بياكل رز ودجاج، ياكل رز ودجاج. بس انا اعرف انه ياكل رز ابيض ودجاج ناشف، واحنا جايين مطعم مندي ترى. مش هو نفسه، هو رز دجاج، هو رز ودجاج، مالي دخل صحي ولا ما، هو رز ودجاج مندي صحي. بس السؤال هو احنا كيف ناكل مندي ونروح نلعب كوره؟ الموضوع جدا صعب يا جماعه. المطعم هذا غريب، شاطين اناشيد، واحد ياكل ويسمع اناشيد، الموضوع هذا غريب. وبرضه بياكل هات؟ هذا مو عدس حبيبي يا بيبو، هذا يسمونه مرق، مرق، يقول لك لو ما تاكل مرق ايش. اسمه مرق؟ مرق؟ مرق 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 يا جماعه. كول بالمر يحب المرق ترى على فكره. بيض، تعرفون كول بالمر يحب البيض. برتقال على الرز، اول مره اشوف برتقال على الرز، ما ادري ايش الفكره بس يعطيهم العافيه. يس ثانك يو، حكت عليه واخذت واحده زياده. تخيل يا اسطى كده انت قاعد هنا تلاقي ديدو من جهتك تصور كده، ديدو يدخل علينا يقول ايه لا تاكلون بدوني ويجي يسمعنا، دقيقة يخمس معنا والله. بعدين نقول دقيقة أجيب لكم شاي ويطلع مو شاي. اللي مو فاهم شو السالفة يشوف آخر مقطع نزلته، مقطع ديدي. المهم أول شيء تمسك البيضة حلو تجعف. دام بروتين، ما جابوا لنا زبادي. تفضلوا يا جماعة، صح نزلت، تفضلوا تفضلوا. حطوا صوص عليه. الرهاب الاجتماعي يا جماعة يخاف من بيبو. اسمع بيبو، يوم من الايام بجيب كول بالمر هنا. يلا بينا، جبت اوكتافيان، جبت جي وان، عادي اجيب كول بالمر. يا جماعه على فكره تراني ماني لابس قفاز عشان يدلون، لا انا لابس قفاز عشان لازم افصحه عشان اوقف الكلام اعدل الكلام، ما اقدر يدي وسخه. بعدين انا جر مفوض، رحنا النادي لعبنا باجهزه حلوين، مهما غسلت يدي احس يدي فيها جراثيم، ما ابغى. الله نظافه من الايمان، صح ولا مش غلط بيبو؟ بيبو قوم ورانا كوره. كوره مين يا اسطى؟ ها؟ نلعب فيفا؟ وش فيفا؟ ايه قوم ورانا تمرين. ان شاء الله يا ليل، المفروض نروح الساكن طريق نص ساعة. قوم يلا. اوه شاي، ثانك يو ثانك يو ثانك يو سو ماتش، جابت لنا شاي. قوم بعيد. اوف اشوف هذا الجيمات، شوف الجيمات وين موديها. ايه حط هناك، جاب لي الجيمات بس قوي. قوم بقى قيوله بقى، ينفع صح؟ انا مش واقف. طب اديني 50. اوكي يا جماعه حاليا انا متجه للملعب زي ما انتم شايفين، والكروكس جاهز. قلت حق بيبو يا جماعه انا احتاج حارس مرمى، اخر مره انت حاولت تحرص ضدي ما كان في مستوى، جبت جميع الاهداف من راسيات، فاولات، باص عيون. المهم يا جماعه فاليوم بيبو جاب لي حارس، حارس اقوى حارس موجود فيك يا دبي، حارس كان لاعب سابق، حارس قوي جدا يا جماعة. الحمد لله بعد الاعتزال فليني يا جماعة، فليني يا جماعة، فليني يا جماعة، اليوم جاي يحرص ضدي. بس بيبو أنا هذا شايفه قبل مكان ما أدري وين، هذا جاء قبل، شفناه قبل، هذا اللي جاء حق الكلان اللي رفضنا. أيوه
ايه طيب. وكان بقول لك من السي في بتاعه وصل حارس مرمى. حارس مرمى. حارس مرمى. ايه صح، وكان يقول لي انه حارس مرمى. اخ. المهم يا جماعة اليوم راح يكون في حارس مرمى مش مرتشي نفس بيبو. بيبو يا جماعة راح تعشيته خلاني اجيب عليها اقوال. هذا الحارس مش مرتشي، فعشان كذا اليوم الموضوع هذا مش جوك. شوفوا كم شراب لابس. ثلاث شرابات. شوفوا هذا شراب وهذا شراب الثاني. المهم يا جماعة غير الشرابين حلو. شوف يو بيبو مين يسوي كذا؟ أربط رجلي. تذكر بيبو كل ما نصور مقطع كورة رجلي هنا بلسترز. حبيبي بيبو أنت إيش فيك ماسك الكاميرا كذا؟ أنت غبي؟ لا حاسس ليه ترايبود فاهم، حاسس إن هي ترايبود مش ترايبود عشان أقدر أعمل كذا فاهم إيديت فاهم. لا مش جاي المهم يا جماعة أبغاكم الحين تنزلون تحت في الكومنتات تكتبون مين اللاعب اللي تبغوني أصير نفسه في الحلقة الجاية. تبغوني أصير نفس مثلا مين؟ عطني لاعب يبغى. هنغك سراميو نو شينشا شينشا توايو. يجي من اللغات يا بيبو. فين الرموز يا أستاذ؟ كتالوج بيقول إيه؟ جيجا شو الدبلجة؟ ايوه وش تقول؟ المهم يا جماعة جدا متحمس اليوم، انا جاي اثبت لجمهوري اني كنت لاعب كورة سابق حتى ما اعرف اسولف كيف بكون لاعب كورة. تعال بيبو انت ليش لابس يونايتد؟ يونايتد يا جماعة انا اسف لجماهير تشيلسي اللي شايفين هذا المقطع عشان كول بالمر، واخر شيء يجيكم بيبو لابس يونايتد. يا جماعة تدرون ان بيبو يشجع الزمالك؟ كم واحد هنا من المتابعين يشجع الزمالك؟ اذا تشجع الزمالك اكتب تحت. تشجع الزمالك يوسف؟ انا بشجع نفسي. يوسف يشجع نفسه وانا اشجع نفسي. اوكي يا جماعة حاليا معنا حارسنا اللي اليوم بيدخل عليه 50 هدف. طبعا اللي ما يدري يا جماعة أنا كل الفترة السابقة كل المهارات والسكيلز والقوة اللي شفتوها في اليوتيوب ترى كنت أمزح قصيت عليكم. ليش؟ عشان تضحكون. اليوم أنا جاي أوريكم قديش أنا لاعب أسطوري. هيا بنا. أوكي يوسف كيف الواحد يحمي؟ ماشي لازم ننطلع شوية أول ما سقف نجري بسرعة. يلا أوكي قول لي في المكان. طيب ما تقدر مكانك. يلا اصلا باكس مجنون انت. تعبت ورانا ورانا لسه. طيب بعدين شيء من غير ركض. طيب ستريتشنج نستريتش واحنا بنجري. ايوه عشان الجسم يفك. لا مش كده. مش بطه بلا. طيب يلا واحد هنمشي. وش دي؟ دي يوخر ورا بقى. خلاص وقع ستريتشنا صح؟ يلا بينا بسرعه. وش هو ذي؟ هي هي بيبو انت سوي ستريتشنج. ووو ورا بعض الحين بسرعه ورا بعض. يلا انا اتوقع يا بيبو انا جاهز. جاهز؟ يلا نم 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 كذا احنا لحقنا نبتدي. بيبو هذا يحدد. انا اوريه نيوي باشا. انا كان بيسموني مدفع مصر. مدفع؟ مدفع مصر. مدفع جية؟ اوريكم يعني بيشتغل في رمضان بس. اوه ده حقيقة صح؟ ما بلعب بطولات رمضانية. نعم. ايه؟ بردان؟ بردان. ايه كده؟ بردان. ايه كول دايلر. ايوه دالمر. كول دايل مارك. كول بر كول سول. اليوم يا جماعة أول شيء وشو هنا؟ هذا بيناول كورة بيامسة واحدة. أنا شوت جماعة. بس قبل ما نبتدي التحدي أيوة قولي مين فينا حيفوز. طبعا أنا نسيت تسع تحديات أنا فايز عليك النهاردة. أنت جايب النهاردة فرحي يا جدعان النهاردة. يلا أنت تبدأ. أنا أبتدي ولا أنا عشان صاحب الماء؟ صاحب البتاع البتاع يلعب بالبتاع. جيب الكورة. لا هو ما ناول لي إياها ستريت بيبو. ما نولي اياه ستريت، نولي اياه زي ديدي. اوه حلو جبنا الحارس الغلط بيبو. شو بتسوى كذا؟ يا جماعه هذه لعيونكم. تعبت انا يا جماعه شيبت على هذه الامور. يا جماعه لو انا كنت على شبابي كان لعبت في حشبته. شيبت رجلي تعبت توني بادي. شفت قلت لك ايه؟ والله حلوه ها؟ هذه عيونكم يا جماعه. اوكي يا جماعه خلص دوري، يلا بيبو انا بروح هنا. اوكي النهارده يا جدعان هوريكم ليه انا احسن مهاجم في تاريخ الوطن العربي كله. جاهزين؟ هوريك يعني ايه ذا بيست؟ اوكي
بعد اللي بعده خلينا نشوف. يا ساتر يا ساتر. اوه حارسنا ايش هذا حارسنا يا اخي. نبغى واحده الزاويه 90 بيبو. يمكن عشان انك لابس يونايتد بيبو. والله تعرفني انا ما اعرف العب. يمكن عشان لابس تشيلسي الامور قاعده تتحسن. بوم. That was nice. That was nasty. Nasty. See, maybe nastier than Diddy. I don't know. Whoa. Okay, جماعة إنه بيبو تعادلنا. حارسنا ما قصر. أي يوتيوبر يبغى حارس سوي لك تقرب عند يوسف. بس خلينا بس نكون واضحين. شفت أنت الشوت باور 200 كيلومتر في الثانية. أنا عندي في الفنش شوت. أو بقول لك ايه اول ثاني صدك انت عملت حاجه بتزي 60 في 70 فش صدتها ازاي دي؟ الحين خلاص نوقف المقطع ونقعد نتناقش. اوكي يا جماعه والان عندنا تحدي ثاني والتحدي الثاني هو تو تاتش الحارس. تدري مين قدر يا بيبو ما يسوي تو تاتش؟ مين؟ ديدي بيكوز هي ديد الار تاتشز. تو تاتش الحارس حرميها على العالي تلمها وتشوت والموج عالي ونعوم ومدري. يلا حارسنا انا ابدا على العالي هيستلم يشوت. يا جماعة جاني شد عضلي في الدنبلة. ايش ذا الحارس؟ بدخل جوا البيت الدفة. Are you watching this video? Do this next match. يا جماعة بيبو انجن يقول لي تعامل مع الكرة كأنها قطة. لا مرة تجري. واو هذه نار. آخر واحدة يا جماعة وانت تتخيلوا زي ما انتم شايفين يا جماعة ده اللي بيقول لكم بيروح جيم ومش عارف ايه وانا اللي باكل اكل وحاجات كتيرة ومش عارف ايه. بس بص الفرق بص الفرق الرشاقة والأناقة. دلوقتي يا جدعان هوريكم يعني ايه مهاجم بيستلم الكرة حتى لو كانت صعبة. يلا بينا. يلا جو. ايوه آه كنت عديها نو لوك. شايف دي؟ شايف الفينش ده؟ اوف مرة فار فوست مرة نير بوست. كول بامر ذا نيكست تايم يو سكور جو دو ذات. اي 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 كليب ده لعبنا كل كوره صف من تحت. يا جماعه اللي ما يدري الحارس مرتشي بعد تليفون. انا كل حارس اجيبه في قناتي مرتشي. المهم يا جماعه كول بالمر في المقدمه وبردان حران بيبوه. انا في راسي كذا بقول لك انا شكلي بلاش دبان بلاد دبان. بيبو ارقص ثاني بس قد بلعب دبانه بيبو. اوكي يا جماعه والان صار بالليل ظلمت ولكن هذا ما يعني اني برجع البيت لان كول بالمر هو من اقوى الناس في الفاولات واليوم انا جاي اثبت اني فاولجي مدفعولجي مدفعولجي ما ايش قاعد اقول. الزبده يا جماعه اشتركوا بالقناه قبل اضربكم صراحه. والله اني رايح فيها جاهز يوسف. يوسف يمكن خليك تعز كره القدم. اي زاويه تبون؟ يلا يا جماعه اول هدف لعيون المؤمنين. حلو 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 يا جماعة اعذروا عورتي بس شال رجلي نملت. يلا مو مشكلة صار يلعب كورة فوق ساعة ونص الحين. عشان كذا يا جماعة استرتشنج مهم. شوفوا هذه يا جماعة بعطيكم كير ما تشوفونه الا عندي انا. وين روني؟ وين روني؟ جيلا المقطع هذا فيه كثير جيلا ولد. لا يا الله شي هذا السرجة الفجر. هي تراك حارس مرتشي لا تنسى. هذه يا جماعه لازم اجيبها ضروري اجيبها. اي حارس مرتشي حلوه حلوه تمثيله يستاهل اوسكار بس هذه ما يحتاج تمثيل. بس 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 هي دي. يا ويلي يا ويلي هذه هي كوره. اهلا بيكو مع بيبو. بدل انتم مش عارفين انا لما كنت بلعب في نادي الكوره انا كنت المين فري كيك تيكر. فتعالوا اوريكم ازاي تاخدوا فري كيكس. انا هوريكم النهارده ثلاث اشكال فري كيك. في اللي هي الباور شوت اللي هو مش فارق معاك الحياه انت عايز تشوت كوره بقوه على اتجاه الحارس وتخدعه. يلا يا مدرس الرياضيات شوت جاهز. الله
حلو. ديك واحدة إيه؟ البيبو سبيشل. الله نايس، this one is nice. أوح. لا هذا فعلا كان طيب. جيبوا جيبوا الاسعاف زي القرود ذوليك، القرود اللي شنو القرد ويخلونه جيلا. صار يوسف لا تلحق وراها. بيب. حلو 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 حلو. تنفس بس يا جماعه، كذا يكون خلصنا الفاولات. كانت فاولات جدا جميله. ضربة جزاء. هيا بي يوسف، والله انت حارس جيد جدا. نسيت انت حارس مرتشي. المفروض اذا انا شدتها تخليها تدخل جول. ايوه خلاص الحين بلنتيات. عايز تسحب مني كرت الفيفا؟ ايش كرت الفيفا يوسف؟ انا بسوي لك كرت فيفا. بسوي بكلمهم. خلاص والله ما عندك الموضوع. عندي الموضوع رشيتها عشان انا اشتغل مع FC. يا جماعه اللي ما يدري، انا اشتغل مع FC 25 وابثها على تويتش سبت ثلاثاء خميس على تويتش. الرابط في الديسكربشن. انت ابدا. اول ضربه جزاء حشطها له هنا. خدت بالك عامل ايه؟ ايه ده كاتب قاعد يكسب. هذا ابو قبل. هذا ابو قبل. ايه الشوطه الاولى ودي جامد. بوم نايس. اللي بعده. قوم حارسنا بسرعه. حارسنا مكروف يا جماعه اليوم. ثاني مود ايس. شفت 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 يا مرتشي، شفت مرتشي بيبو يا جماعه. بقول لك انا حسيتها هنا في الشمال. اوه هنا. واو مرتشي ايه هذا؟ فول باور. ايوه فول فول فول. ما تقربوش كذا في اصحابكم ولا اخواتكم. بس هو يجرب على اخوه عادي. ما يجي معاه بانينكا بانكيك هذا. اي 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 بيبو ايش رايك اجيبها باليسار؟ اذا جبتها باليسار يوسف لازم يهتزل يهتزل الحراسه باليسار. شكلي انا يا جماعه طول الوقت قاعد العب كوره غلط، المفروض العب باليسار. خلينا نجرب واحده واحده ثانيه. بس المشكله ما فيها باور، فيها فالكون. المشكله يساري معاك، اي كل ما اشوت يسار تروح يمين. واو يا جماعه اليوم انا احسن من دايم صح؟ بس يا جماعه انا فزت. كاو كاو باما سطحها. خشاشه حارس متقد. يا جماعة أتوقع إني صدق عورت الكاحل حقي، ماني قادر أمشي. يلا بينا الحين نروح للوجهة الثانية اللي هي العشاء أتوقع. يب عمي يا صياد ما أعرف شو الباقي. كل ما قصر الله. أوه يا جماعة شكر خاص لبلايستيشن فوتبول على الملعب الجميل. أي أحد يبي يلعب يجي بلايستيشن فوتبول. يا جماعة رجعت البيت وأشعر بألم شديد، ولكن هذا ما يعني أني ما راح أخلص المقطع. لا يا جماعة حان وقت العشاء، خلونا نشوف كول بالمر إيش يتعشى. يقول لك يتناول البروتينات والكربوهيدرات، يعني بروتين وكاربز، يعني رز دجاج. لا لا مستحيل رز دجاج، لا مستحيل دقيتها مندي اليوم مستحيل. خلونا نشوف إيش الخيارات اللي عندنا وتكون خيارات صحية. مشكلة في دبي يعني المطاعم تقفل 12 إلا المطاعم السريعة. نشوف. يا جماعة حصلت هذا المطعم، بطلب من عنده أول ما يجي أرجع لك. على بال ما يجي أكلي يا جماعة خلوني أعطيكم بعض المعلومات عن كول بالمر. تخيل يا عزيزي المشاهد أن الأكاديمية اللي بدأ فيها كول بالمر ما كانت أكاديمية مانشستر سيتي، كانت أكاديمية نيو جيرسي وثنشو دايلر. إيش هذه؟ هذه كانت أكاديمية محلية في نفس الحي اللي عاش فيه كول بالمر. من هناك انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي سنة 2010. المهم خليني أشرح لك يا عزيزي المشاهد كيف مانشستر سيتي حصلوا كول بالمر. الأندية الكبيرة نفس ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد عندهم ناس متخصصين بجلب المواهب الصغيره، وهذول الناس فعليا يسافرون من دوله لدوله، يروحون البرازيل، يروحون المانيا، يشوفون مين فيها موهوب، مين نقدر ناخذه، مين نقدر نطوره، مين نقدر نجيبه. وكثير من المرات يكون الموضوع استثمار. انا اجيب لاعب صغير اعلمه اوكله اشربه اربيه، بكره يكبر اروح ابيعه ب 40 مليون جنيه استرليني. فينيسيوس جونيور، رودريجو، كثير منهم كانوا نفس كذا، اذا مو اغلبهم نفس كذا. المهم الحظ كان مع كول بالمر. كانوا في ناس من أكاديمية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نفس الحي اللي يلعب فيه كول بالمر. تخيلوا وقتها كان عمره 8 سنين بس، وكول بالمر فعليا عمره 8 سنين قدر انه يثبت نفسه قدام الأكاديميتين. ولكن الموظف حق مانشستر سيتي قدر انه يقنع كول بالمر وابوه، اكيد ما هو عمره 8 سنين اكيد بيقتنع بسرعة، قدر انه يقنع ابوه انه ينضم الى أكاديمية مانشستر سيتي. الله ياخذ هذا العامل، الله ياخذه يا رب. اخ لو عندنا كول بالمر بس. جماعة انا لازم اكتشف مين كان الموظف حق مانشستر
يونايتد اللي ما عرف يقنع ولد عمره 8 سنين وابوه. المهم يا جماعه ما علينا من المزح، لما دخل اكاديميه مانشستر سيتي كان عنده نقص في النمو، وهذا الموضوع كان ممكن يسبب له احتمال انه ما يكمل كوره، ولكن بسبب مهاراته وانه تميز مع زملائه الموضوع هذا خلاه يقدر يكمل. ويوم من الايام تجيه رساله على جواله، بكره تمرينك مع الفريق الاول. ومن هنا صعد للفريق الاول مع المدرب اللي عافس حياتي بيب غوارديولا. الامور كانت تمام وكان يسجل اهداف بشكل كويس، ولكن فجاه بدا الخلاف بينه وبين بيب غوارديولا، وصار كول بالمر بديل في الفريق، وقال تدري شلون انا في مانشستر سيتي ماني بجالس، وانتقل الى نادي تشيلسي سنه 2023 مقابل 40 مليون جنيه استرليني. ومو بس انتقل الى تشيلسي، حب يعلم بيب غوارديولا درس. في اول موسم له مع تشيلسي قدر انه يسجل هاتريك قدام مانشستر يونايتد، وفي هذا الموسم بس ولسه بادين سجل 3 هاتريك ونجح انه يسجل 31 هدف، 19 اسيست خلال 53 مباراة فقط. وبكذا يا عزيزي المشاهد كول بالمر صار اسطورة في تشكيلة تشيلسي. اتوقع اكلي جا، يلا بينا. اوكي يا جماعة وصل اكلي، خلونا نشوف ايش عندنا اليوم. اول شيء عندنا الكربوهيدرات، نعم نفس كول بالمر، انظروا الى الباستا انها الكربوهيدرات، نعم. وعندنا هنا تشيكن شاورما واي رايس بول، بالرز هنا متخبي، رز دجاج خضار وكربوهيدرات وعصير مانجو شقف كيدي دي شقف 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 شقف. خلونا نجرب، بس طبعا الباستا لازم نحط لها ايش؟ شيلي فليكس فلفل. اتوقع انا عندي عرق هندي، ما ادري، احب لك الحار. يا شوي وخلص، تنقفل عليه الحين صار قابل للاكل. نجرب. لذيذ ويؤكل بالملعقة. حرقني هذا، حرام حرقني هذا وفلفل. والآن لنتذوق الدجاج مع الرز، نعم. حط عينك شوية كده. جرب عصير مانجا شقف. هنا عالق ما ينزل كذا. المهم يا جماعة وجبة العشاء 10 من 10. كذا خلصنا المقطع ولسه ما حطوا لايك، شو سوي فيهم؟ ما اشترى مارشندايز حقي، شو سوي فيهم؟ قال ايش؟ قال قهوة، بس انا ما بحط قهوة، بحط عصير جوا هذا وبقول لهم ان هذه قهوة زي اي يوتيوبر ثاني. لسه انت بتهزر يعني؟ انا قلت لك دينوس انام اكمل شوية نوم واصحى نروح الجيم. اسكت بيبو اسكت اخي بيبو، انا مشكلة يا لذيذ اقرب الملعقة. حارس مرتشي بس عدلوا عيونكم يا جماعة، اذا دخلت لازم تشتركون في القناة. كان طيب. منك من قهر ما بقى عندي صبر، ما بقى عندي صبر، روح وانساني خلاص خلاص خلاص، وقول فرقنا القد. انا كيف حافظها؟ اي 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 اي